الجيش الحر يتقدم في البادية السورية بعد معارك مع النظام وتحذير من استخدام التنظيم للسلاح الكيميائي. بعد خسائر داعش في العراق وسوريا انباء عن عزم داعش نقل حربه الى افغانستان. وادانات دولية متتالية لتجربة كوريا الشمالية الصاروخية. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري السيطرة الجيش السوري الحر على منطقة محروثة في القلمون الشرقي قرب البادية بعد معارك مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية وأكدت مصادر أنه ما لا يقل عن عشرة أفراد من قوات النظام بينهم ضابط قتلوا في المعارك في المنطقة كما تمكن مقاتلو الجيش الحر من تدمير موقع عسكري تابع لميليشيا حركه النجباء العراقيه في الباديه السوريه إلى ذلك أفادت معلومات تداولها نشطاء سوريون بأن تنظيم داعش يمتلك أسلحة كيميائية في مدينة الرقة شمال سوريا وأن التنظيم ينوي استخدامها إذا أحرزت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي مزيدا من التقدم في المدينة ضمن عملية غضب الفرات تقرير الزميلة منى عواد والتفاصيل يمتلك تنظيم داعش الارهابي اسلحه كيماويه في مدينه الرقه السوريه بحسب معلومات كشف عنها المرصد السوري لحقوق الانسان وصفها بالموثوقه. وقال المرصد السوري في بيان نشر على موقعه الرسمي ان مصادر موثوقه اكدت له ان التنظيم الذي خسر اكثر من نصف مدينه الرقه يحتفظ باسلحه كيماويه في مناطق تواجده في المدينه التي كانت تعد معقله الرئيس وعاصمته في سوريا. وبحسب المرصد السوري ينوي التنظيم استخدام هذا السلاح مع وصول معركه الرقه الكبرى الى نهايتها وتحقيق قوات سوريا الديمقراطيه لسيطره اوسع على مدينه الرقه. ويقول المرصد السوري ان هذه المعلومات الموثوقه تزيد من مخاوفه على حياه عشرات الاف المدنيين السوريين الذين من المؤكد انهم سيتاثرون بها في حال استخدامها من قبل تنظيم داعش. وتتزامن هذه التحذيرات مع الاعلان عن سيطرة القوات على القسم الجنوبي من المدينة المقابل للضفاف الشمالية لنهر الفرات وتقليص المسافة التي تفصلها عن الوصول الى مركز قيادة التنظيم الى مئات الكيلومترات وبحسب مصادر من قوات سوريا الديمقراطية يستغل مقاتلي داعش المدنيين ويستخدم الالغام والسيارات المفخخه وطائرات استطلاع ويعتمد على الانفاق والانتحاريين من اجل تمديد مده بقائه على قيد الحياه ويؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان اعتماد التنظيم بشكل كبير على الانفاق التي حفرها في المدينه للانتقال من حي الى اخر أبو ابراهيم إعلام، هكذا لقبه داخل تنظيم داعش، فر من مدينة الطبقة بعد تحريرها وطرد داعش منها. من هو أبو ابراهيم وما هو دوره في التنظيم؟ تفاصيل أوفى مع الزميل يمان شواف. الكثير من قيادات تنظيم داعش وأفراده فروا من بعض المناطق في العراق وسوريا، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها التنظيم وطرده من الموصل في العراق وحصاره في الرقة في سوريا. مجموعه من الناشطين السوريين في ريف الرقه كانت يعني تعمل هذه المجموعه بشكل سري على توثيق اسماء عناصر داعش تمكنت هذه المجموعه من الكشف عن اسماء قيادات وافراد تابعين للتنظيم بعضهم كان له دور بارز اغلبهم طبعا فر من مدينه الرقه في ريف الرقه بعد ان سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطيه وبعد تحرير الطبقه من تنظيم داعش والسيطرة على مقرات تابعة للتنظيم في ريف الرقة ايضا تم الكشف عن مجموعة من الوثائق التابعة للتنظيم، بعض هذه الوثائق ملفات خاصة بعناصر داعش طبعا منهم شخص يدعى ابو ابراهيم، هذا الشخص وبحسب الوثائق كان يعمل في مجال التصوير ولديه مختبر خاص، وبحسب المجموعة التي كانت ترصد عناصر داعش طبعا هذا هذه المجموعة تتحدث ايضا عن أن هذا الشخص كان في الطبقة وعمره 25 عام، متزوج من امرأة سورية، وقد بايع تنظيم داعش عام 2015، ثم التحق بدورات شرعية وعسكرية في مدينة منبج بريف حلب، وبعد ذلك تم نقله إلى مدينة الرقة ومن ثم إلى الطبقة. وبحسب الوثائق فإن الشخص أبو ابراهيم السعودي طبعاً هو سعودي الجنسية، يحمل شهادة جامعية في المعلوماتية وكان يعمل مع داعش. كإعلامي ويقوم بإعداد تقارير مصورة في مدينة الطبقة طبعا هذا فيديو قامت بتصويره المجموعة التي كانت توثق أسماء وعناصر التنظيم داخل الطبقة يظهر في هذا الفيديو أبو إبراهيم وهو داخل أحد المحال طبعا هذا الفيديو تم تصويره قبل تحرير الطبقة من تنظيم داعش بمدة زمنية قصيرة <applause> <applause> اختفى ابو ابراهيم من الطبقه كما كثير من افراد داعش، بعضهم فر الى الرقه واخرون هربوا الى تركيا وبعضهم اعلن انشقاقه عن التنظيم. حذرت الولايات المتحده من عواقب وخيمه اذا سيطر ارهابيون مرتبطون بجماعه لها صله بجناح تنظيم القاعده في سوريا سابقا على محافظه ادلب. وقال أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن السياسة في سوريا مايكل راتني قال إن الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام وتصدرته جبهة النصرة سابقا والتي كانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا عزز سيطرتها على المحافظة ويعرض مستقبل شمال سوريا لخطر كبير إلى العراق حيث أفاد مصدر عسكري عراقي بقتل 12 فردا من تنظيم داعش خلال ضربة جوية نفذتها طائرات قوات التحالف الدولي عند محاولتهم مهاجمة منفذ تريبيل الحدودي مع الأردن وقال المصدر إن طائرات قوات التحالف الدولي قصفت أمس رتلا ضم عشر مركبات من طراز بيك أب وهمر كان قادما من صحراء عكاشات غرب بغداد متجها إلى منفذ ترابيل الحدودي مع الأردن ما اسفر عن تدمير اغلب عجلات الرتل وقتل ما لا يقل عن 12 فردا من داعش. عزز الهجوم الذي وقع على السفاره العراقيه في كابول المخاوف من سعي داعش لنقل الحرب التي يخوضها في الشرق الاوسط الى افغانستان، على الرغم من عدم وجود ادله على انتقال مقاتلين من العراق وسوريا الى هناك. تفاصيل اوفى مشاهدينا في التقرير التالي. بعد تضارب الانباء نحو عزم تنظيم داعش الارهابي نقل معركته من العراق وسوريا الى افغانستان، عزز الهجوم الذي وقع على السفاره العراقيه في كابول المخاوف من سعي تنظيم داعش لنقل الحرب التي يخوضها في الشرق الاوسط الى افغانستان، رغم عدم وجود ادله على انتقال مقاتلين من العراق وسوريا. التنظيم الإرهابي قال يوم الاثنين الماضي أنه نفذ هجوما بدأه بانتحاري فجر نفسه عند المدخل الرئيسي للسفارة ما سمح لمسلحين بدخول المبنى والاشتباك مع قوات الأمن بداخله كما بدأ أن اختيار هدف الهجوم بعد ثلاثة أسابيع من سقوط الموصل في أيدي القوات العراقية يؤكد تحيرات متكررة من مسؤولي الأمن الأفغان من احتمال ظهور مقاتلي داعش في أفغانستان بعد طردهم من سوريا والعراق مسؤول امني كبير قدر عدد الاجانب الذين يقاتلون لحساب داعش وحركه طالبان في افغانستان بنحو سبعه الاف يعمل جلهم عبر الحدود انطلاقا من دولهم الاصليه باكستان واوزباكستان وطاجيكستان غير ان بعضهم ايضا من دول اخرى مثل الهند وغيرها ورغم وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب في أفغانستان منذ مدة طويلة، فقد تزايدت المخاوف من وصول مقاتلين من دول عربية أخرى تركوا القتال في سوريا مع تنامي الضغوط على تنظيم داعش الإرهابي إلى أفغانستان عبر إيران. كما قال مسؤول امني ان المشكله تكمن في عدد المقاتلين المتعلمين والمحترفين بالالاف والذين خبروا القتال مضيفا ان هؤلاء اكثر خطوره لانه بامكانهم تجنيد مقاتلين وجنود جدد في افغانستان وهذا ما سيفعلونه بسهوله وتعليقا على الموضوع قال الخبير في الجماعات المتشدده الدكتور ماهر فرغلي لاخبار الان قال ان الهزائم الاخيره التي مني بها داعش في العراق وسوريا دفعت التنظيم الى تبني سياسه اخرى تدعو الى مناكفه الانظمه والسلطات القائمه في دول العالم هناك متغيرات تحدث الان يعني المتغيرات الاولى هي على الارض يعني في مركز التنظيم فقد الموصل الآن قوات سوريا الديمقراطية تدخل إلى قلب الرقة، التنظيم يفقد أهم مراكزه في سوريا وفي العراق، هذا متغير كبير جدا، متغير في الموضوع السوري والمشكلة السورية برمتها، وفي داخل بغداد يعني هذه الأمور كلها التي تحيط بالتنظيم بلا شك هي تؤثر في التنظيم، أهم هذه المؤثرات أيضا هي فقد التنظيم لأبرز قادته. يعني التنظيم فقد البلاوي وفقد التركماني وفقد غيرهم من قادة التنظيم المؤثرين في اللجنة المفوضة التي تحكم هذا التنظيم كل هذا يؤثر في التنظيم بلا شك مما دفعه إلى التفكير في أمر آخر يعني بمجرد أن سقطت الموصل أصدر التنظيم بيانا ذكر فيه بالنص أن الخلافة ليست على الأرض وإنما في العقول كان هذا مؤشر إلى أن التنظيم يريد أن يرفع معنويات أتباعه لهذه النقطة الأولى النقطة الثانية إلى أن التنظيم لا ينظر إلى الجغرافيا إلى الأرض التي تقبع تحت سلطانه بل ينظر إلى أماكن أخرى ثم سمعنا عن على الفور إعلان التنظيم عن إقامة إمارة له في الفلبين ومن هنا بدأت السياسة الأخرى هي السياسة التي أطلقوا عليها التحول من إمساك الأرض إلى سياسة مناكفة الأرض الأنظمة ومناكفة السلطات القائمة في الدول دول العالم تحول التنظيم إلى هذه السياسة وهي السياسة الدافعة له الآن إلى القيام بعمليات إرهابية متنوعة في العالم ومنها العملية التي تمت في هرات أو تمت في كابول لنشرتنا بقية مشاهدينا ولكن لنعود بعد فاصل قصير من جديد في اليمن قتل ستة جنود يمنيين في هجوم شنه تنظيم القاعدة على ثكنة عسكرية في محافظة شبوة وقال مصدر عسكري إن الهجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة مستهدفا قوات النخبة الشبوانية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية في المنطقة بعيدا عن اليمن، صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة. ويشدد القرار على ضرورة امتناع جميع الدول عن تقديم أي دعم، سواء كان صريحا أو ضمنيا، إلى الكيانات أو الأشخاص الظالعين في أعمال إرهابية. كما يدعو القرار الجديد إلى النظر في الانضمام إلى السكوك الدولية والإقليمية بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين. قتل جنديان أمريكيان في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية لقوات حلف شمال الأطلسي على مشارف مدينة قندهار جنوب أفغانستان وقال الشهود إنهم رأوا جثثا أخرجت من موكب كان يضم ثلاث عربات على الأقل من جهتها أعلن الطالبان مسؤوليتها عن الهجوم بعد ساعتين من حدوثه قال البيت الابيض ان مشروع القرار الذي وقع عليه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتجديد العقوبات على ثلاث دول من بينها روسيا يرسل اشاره واضحه على ان واشنطن لا تتسامح مع اي تدخل في الانتخابات الامريكيه جاء البيان الامريكي بعد ساعات من وصف الرئيس الامريكي القرار بفرض عقوبات على روسيا وايران وكوريا الشماليه بأنه مليء بالعيوب ويتضمن بنودا تقوض من صلاحياته كرئيس ومن قدرته على التفاوض وكان ترامب وقع القرار بعد أن أحاله الكونغرس إليه يصبح بذلك قانونا نافذا هذا ونددت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات الأمريكية وصفة إياها بالخطيرة وقصيرة النظر وعبرت الخارجية الروسية عن أسفها حيال هذه القرارات مشيره الى ان الضغوط الامريكيه ضد موسكو لن تدفعها لتغير موقفها مؤكده حقها بالرد باجراءات مماثله وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مادفيديف ان العقوبات الامريكيه ترتقي الى مستوى الحرب التجاريه الشامله ضد بلاده مشيرا الى ان اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا حيله لها وان القرارات انهت الامل في تحسين العلاقات بين البلدين دعت اربع عواصم غربيه مجلس الامن الدولي الى التحرك ضد ايران بعد اطلاقها صاروخا يمكنه وضع قمر صناعي في المدار حول الارض وقالت كل من واشنطن وفرنسا وبريطانيا والمانيا في رساله للمجلس ان صاروخ العنقاء الايراني يشكل تهديدا وخطوه استفزازيه لا تتفق مع قرار الامم المتحده الذي يدعو طهران للحد من برنامجها النووي واطلقت ايران الصاروخ في السابع والعشرين من شهر تموز يوليو الماضي، ما دفع واشنطن الى فرض عقوبات على ست شركات تقول انها ترتبط بالبرنامج الصاروخي الايراني. قال وزير الخارجيه الامريكي ريك ستيلرسون ان الولايات المتحده لا تسعى الى تغيير النظام الحاكم في كوريا الشماليه وسط حاله من التوتر بشان برنامج بيونغيانغ للاسلحه. في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم تجربة صاروخ باليستي غير مسلح عابر للقارات بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة مماثلة وسط مخاوف من نشوب مواجهة خطيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قال وزير الخارجية الأمريكي ريكست تيلرسون إن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام الحاكم في كوريا الشمالية وسط حاله من التوتر بشان برنامجها السلاحي وفي الوقت نفسه قال عضو جمهوري بمجلس الشيوخ الامريكي ان الرئيس دونالد ترامب طرح خوض حرب ضد كوريا الشماليه كخيار متاح في التعامل معها ومع تصاعد التوتر وبعد ايام من خوض كوريا الشماليه تجربه صاروخيه جديده أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تجربة على صاروخ باليستي غير مسلح عابر للقارات هذا وأثار التقدم السريع لبرنامج كوريا الشمالي الصاروخي وتطوره قلق المجتمع الدولي وهذا الشهر أشرف زعيمها كيم جونغ أون على تجربتين لصواريخ عابرة للقارات الأمر الذي قاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقاد الصين لعدم القيام بما فيه الكفايه لوقف برنامج الاسلحه الخاص ببيونغيانغ، في سياق اخر عقدت سيول وواشنطن وطوكيو مؤتمر الفيديو لتقاسم المعلومات فيما يتعلق بالاطلاق الاخير لكوريا الشماليه ومناقشه سبل المواجهه. الدول الثلاث اتفقوا على التعاون المستمر في ممارسه اشد الضغوط على كوريا الشماليه حتى تغير موقفها وتمتنع عن تصرفاتها وتعود الى الحوار لنزع السلاح النووي. نشرتنا مستمره مشاهدينا وفيها بعد فاصل اخير مبادره سعوديه لتعليم الاطفال البرمجه وتصميم التطبيقات. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين القصيرة لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها 300 مليار دولار قيمة الذهب المخزن في لندن. جاء في تفاصيل الخبر كشف مسؤولون في لندن للمره الاولى في تاريخها الحديث عن قيمه الذهب المخزن في اقبيه وسراديب مصرف انجلترا المركزي. اذ تشير الارقام الى ان في العاصمه البريطانيه من السبائك ما قيمته 227 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل نحو 300 مليار دولار امريكي. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفه الاتحاد الاماراتيه هولندا تسحب ملايين البيض الملوث بمبيد حشري قررت السلطات الهولنديه سحب ملايين البيض بعد تلوثه بمبيد حشري قد تكون له اثار سلبيه على صحه المستهلكين وتقول السلطات ان البيض يحتوي على مستويات مرتفعه من مبيد الفابرونيل الذي قد تؤدي الى حدوث اضرار في الكبد والغده الدرقيه والكلى واخترنا لكم مشاهدينا الكرام من صحيفه القبس الكويتيه عطله لجياد عربات فيينا السياحيه بسبب موجه الحر حصلت الجياد التي تجر عربات مخصصه للسياح في فيينا على عطله رسميه بسبب ارتفاع درجات الحراره للمره الاولى بعدما تجاوزت الخمس وثلاثين درجه مئويه في العاصمه النمساويه صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم صينية أجرت عملية لتغيير ملامحها تهربا من سداد قرض لجأت امرأة صينية إلى إجراء عملية تجميل جراحية لتغيير ملامحها بغية تجنب سداد قرض بقيمة نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي المرأة أجرت العملية وتوارت عن الأنظار إلى مكان غير معروف وكانت قد أوقفت في أوائل الشهر الحالي أثناء محاولتها شراء تذكرة سفر منتحلة هوية شخص آخر ختام مشاهدين من صحيفة الحياة ومتحف كندي يعرض أكبر قلب على وجه الأرض يعرض متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورنتو الكندية قلب الحوت الأزرق أكبر قلب على وجه الأرض وانتزع القلب من احد حوتين ازرقين جرفتهما المياه بعد نفقهما قبل نحو ثلاث سنوات. نعود الى اخبارنا مشاهدينا وفيها ايضا تسعى شركه سعوديه تفتتح ابوابها للتلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي الى تعليم الجيل القادم اساسيات البرمجه وتصميم المواقع الالكترونيه والتطبيقات. وتعلم الشركة تعلم الشركة الأطفال أساسيات البرمجة الإلكترونية ومهارة الاتصال والعمل في إطار فريق التصميم وكل المهارات الأساسية التي تستخدم التكنولوجيا في أماكن العمل مستقبلا تشوه العمود الفقري أو ما يسمى بالجنف هو انحراف وميل في العمود الفقري نحو أحد جانبي الجسم وله أسباب عديدة وتشخيص العلاج يعتمد على درجة انحراف العمود الفقري وهناك علاجات جديدة وحديثة لحالة الجنف يكشفها لنا الدكتور فراس حسبان المختص بجراحة العظام والعمود الفقري الذي التقته الزميلة عبير عبد الله نتابع دكتور يعني جراحات العمود الفقري اثناء ما يكون في حاله مثل الجنف تشوهات بالعمود الفقري ما هو التدخل الجراحي حاليا صار في تدخل جراحي هو محدود احكي لنا اكثر عن الموضوع هذا الجنف هو من الامراض الخطيره على المجتمع وهو عوجاج العمود الفقري كونه يسبب تشوه في بنيه الجسم فيصبح الطفل في شبه اعاقه مما لا يجعله منسجم مع المجتمع ويصبح فرد غير منتج في المجتمع. لا. الرساله اللي حاب احكيها اليوم هو انه الاكتشاف او التشخيص المبكر لهذا الاعوجاج قد يعطي علاج ناجح جدا ويصبح هذا الطفل منسجم مع المجتمع وطبيعي 100%. زي ايش العلاجات يا دكتور؟ لا. يجب اولا ان نعلم انه كيف نقدر نكتشف المريض، اي تشوه على الظهر يجب ان نستطيع ان نرى الطفل عاريا ونراه، اذا اي تشوه على الطفل يجب ان نراجع الطبيب وفي هذه الحاله يقوم الطبيب بتصوير المريض، هناك الاعوجاج هو عباره عن ميلان من ناحيه وتحدب في الظهر من ناحيه اخرى وهذا التحدب والميلان له درجات معينه، فاذا كانت درجات الميلان اقل من 25 درجه في هذه الحاله نعتمد على العلاج الطبيعي وعلى المراقبه الحثيثه بحيث كل ثلاث اشهر او ست اشهر نقوم بمراجعه الطبيب ونرى اذا يوجد هناك يعني تقدم ملحوظ في هذا الانحناء. اذا كان من الدرجه من 25 الى 40 في هذه المرحله نقوم باجراء اكثر وهو وضع الحزام وتصحيح المريض، فاذا كانت الدرجه اكثر من 40 فما فوق نقوم باجراء العمليات الجراحيه. العمليات الجراحيه احيانا نصل لها واحيانا لا نصل لها بس اغلب الحالات التي تكون اسبابها غير مجهوله ويكون هناك انحناء مع استدارة الفقرات تحتاج إلى عمليات جراحية العمليات الجراحية تقام في أعمار معينة وفي درجات معينة بحيث نستطيع أن نحصل على النتائج الصحيحة ولكن إذا جاء المريض في درجات عالية جدا سعيد في هذه اللحظة يكون هناك في تأثير على الجهاز التنفس لأنه لا يوجد مكان كامل للرئتين للتنفس نتيجة هذا التشوه فتكون العمليات أصعب ونتائج صعبة ف في نهاية هذه المعلومة الطبية عن الجنب أو العلاج العمود الفقري أنصح الأهل بمراقبة أطفالهم وخاصة في سن البلوغ أي يعني ما بين تسع سنوات إلى اربعة عشر سنة بحيث تكتشف هذه المرضى فجأة وبخلال سنة يصبح تشوه قوي وعند الاكتشاف المبكر نستطيع أن نحصل على العلاج الصحيح أنذرت دراسة علمية حديثة من أن عدد حالات الإصابة بالعمى على مستوى العالم سوف تتضاعف ثلاث مرات في غضون العقود القليلة المقبلة وتتوقع الدراسة التي نشرت في مجلة لانست العلمية البريطانية أن تزداد حالات الإصابة بالعمى من 36 مليون حالة حالياً إلى 115 مليون حالة بحلول سنة 2050 إذا لم تتحسن طرق العلاج في آخر مستجدات أخبار الانتقالات الرياضية أفادت تقارير بأن البرازيلي نيمار سيوقع عقدا مدته خمس سنوات مع باريس سان جيرمان الفرنسي وكان برشلونة الإسباني أعلن في بيان رسمي أن مهاجمه البرازيلي قد ودع زملائه في الفريق وغادر النادي من دون أن يتدرب معهم أكد البيان أن إدارة النادي طلبت من نيمار دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو رحيل نيمار عن برشلونه اصبح الشاغل الاكبر للجميع في سوق الانتقالات وفي نفس الوقت اصبح يؤثر سلبا على البارسا كفريق وجمهور واداره حاليا التركيز على تدعيم الفريق اهم بلا شك من رحيل احد اهم ثلاث نجوم في النادي الكتالوني ولاعب يعد من الافضل في مركزه باوروبا والعالم لكن ما يحدث حاليا في برشلونه وتعامل الاداره مع القضيه بشكل عام غريب جدا كل هذا الرضوخ لامور فرضت على الفريق الكتالوني حتى لو كان نيمار افضل لاعب في العالم شيء صعب مروره من دون اي علامه استفهام. برشلونه امتلك الكثير من الاساطير على مر العصور حتى يومنا هذا وجميعهم رحلوا سواء بالبيع او الاعتزال واستمر الفريق بعدها واستمرت كره القدم في التدحرج عبر عشب ملعب الكامب نو. لم يتغير شيء ولن يتغير شيء. اذا ما الذي سيحدث لو رحل نيمار؟ هل سينهار برشلونة؟ نعم نيمار ساحر ولكنه ليس الساحر الأوحد وليس اللاعب غير القابل للتعويض فقبل نيمار برشلونة كان ناجحا ويحصد الألقاب ومن دون شك بعده حصد ويحصد الألقاب برشلونة سيتأثر برحيل نيمار ولكنه قادر على تعويض النجم البرازيلي وقادر على تدعيم الفريق بأكثر من نجم في أكثر من مركز مطلوب بخط الوسط والهجوم بما يحصده من اموال بعد رحيله، وبالتالي البرس لن يكون خاسرا لانه تعلم درسا مهما لاداره الفريق قبل الفنيات. بهذا التقرير الرياضي مشاهدينا نكون قد وصلنا الى ختام النشره ولكن قبلها هذا تذكير بابرز ما جاء فيها من عناوين. الجيش الحر يتقدم في الباديه السوريه بعد معارك مع النظام وتحذير من استخدام التنظيم للسلاح الكيميائي. بعد خسائر داعش في العراق وسوريا انباء عن عزم داعش نقل حربه الى افغانستان وادانات دوليه متتاليه لتجربه كوريا الشماليه الصاروخيه بهذا اذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدينا الكرام أعدوا التقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء وفي تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية في نشرة الظهيرة المفصلة دائما مشاهدينا كونوا معنا.